لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إخوتي الأحبة إن شاء الله مع رسالة منة الرحمن في نصيحة الإخوان لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي حفظه الله. نصيحة في العقيدة والعمل والسلوك، وهذه الرسالة الطيبة المباركة التي كتب الله عز وجل لها القبول والانتشار بين المسلمين، فنقف معها إن شاء الله وقفات مختصرة حتى تكون يعني بمثابة البداية لمن أراد أن يأخذ أصل في العقيدة والعمل والسلوك يستند عليه حتى يكمل بعد ذلك إن شاء الله في المطولات. فهنا يقول الشيخ ياسر برهامي بعد هذه المقدمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة في أمر الآخرة تشمل أنواع النصيحة كلها، فهي نصيحة لله ببيان توحيده ومعرفته ومحبته وحقوقه على عباده، ونصيحة لكتابه بتصديقه وتعظيمه والأمر بتحليل حلاله وتحريم حرامه، ونصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتوضيح معاني اتباعه ولوازمها، ونصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ببيان أسباب سعادتهم في الدنيا والآخرة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بصلاح الدين وصلاح الدنيا، والتزام المنهج الإسلامي الصحيح هو طريق النجاة للفرد وسبب صلاح الأمة، وهو سبب التمكين في الأرض والنصر على الأعداء. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كما أنه هو الطريق لوحدة الدعاة، ومن ثم وحدة المسلمين التي ينشدها كل مخلص. فإنما اجتمع سلفنا الصالح من الصحابة فمن بعدهم عليه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه الجملة يعني مهمة جدا: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذا صلاح الأمة في العقيدة، صلاح الأمة في العمل والهدي، وصلاح الأمة في الأخلاق والسلوك. ولما كثر بحمد الله من ينتسب للإسلام ويرغب في الالتزام به، ولكن قل ولا حول ولا قوة إلا بالله من يعرف أصول المنهج الإسلامي الصافي النقي،
منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل والسلوك والدعوة، فضلاً عمن يعمل به بعد معرفته. أحببت، يقول الشيخ حفظه الله، أحببت أن أنال نصيباً من هذا الأمر العظيم، أمر النصيحة التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الدين، بأن أجمع ما تفرق في كتب أهل العلم في صورة مختصرة مع الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. طبعاً هنا الدليل من الكتاب والسنة والإجماع دي اسمها مصادر التشريع ومصادر التلقي في أمر العقيدة، ونقول الكتاب والسنة والإجماع، ولا يصح أن نقول القياس. لكن في الأمور الأخرى غير العقيدة يصح القياس. ومن المهم أن يتربى المسلمون على هذه المصادر، مصادر التشريع، وأن يتمسكوا بها، الكتاب والسنة والإجماع. وإذا جئنا لمسائل العمل والسلوك والفقه تكون يدخل فيها القياس، فهذه إذا تربينا عليها فإنها ستنفي غيرها من المصادر المفسدة للعقيدة والمفسدة للعمل والمفسدة للسلوك. المفسدة للعقيدة باعتقاد ما لا يجوز في الله سبحانه وتعالى وما يمليه العقل وغيره من كلام الفلاسفة. المفسدة في العمل بأن يؤخذ من مصادر غير الكتاب والسنة، فيكون هناك الابتداع واختلاف المناهج. والمفسدة في الأخلاق والسلوك التي تؤدي بالناس إلى الانحراف في سلوكهم، فيكون هناك الخرافات والخزعبلات التي يراد لها الانتشار باسم الإسلام، والإسلام منها براء كما يفعل الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: لتكون تذكرة لنفسي ثم لإخواني الأحباء، لنبصر بذلك طريقنا وسط المتناقضات والتصورات المختلفة والحروب الشعواء ضد الالتزام بمنهج الإسلام، ولنعرف ما يميز المسلم الصادق في الالتزام بالإسلام الصحيح، يميزه من أهل البدع والجهل في أمر التوحيد وأصول الإيمان الذي هو أصل كل الأمور، وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي العمل الصالح وتزكية النفس والسلوك الحسن مع الناس. يقول: وأرجو الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، نافعا لعباده المسلمين، حجة لنا عند لقاء رب العالمين. والبداية إن شاء الله ستكون من أولا التوحيد وأصول الإيمان، وهذا يكون في اللقاء القادم بعون الله سبحانه وتعالى، إن كتب لنا البقاء واللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.